صحفي واعلامي وهران تقريبا جلهم شاركوا في هذه الحمله التبرعيه بالدم لاطفال يعانون من نقص حاد في الزمر الدمويه. نحن سنقدم قليل من دمنا لانقاذ حياه هؤلاء الذين هم في حاجه ماسه دائمه لنا، وتضامننا ان شاء الله معهم دائم ومستمر في حملات مستقبليه ايضا ان شاء الله. نحن كصحفيين ندعو المواطنين وساكنه وهران على وجه الخصوص من اجل التوجه بقوه الى مراكز حقن الدم من اجل التبرع بقطره دم لفائده الأطفال المرضى. نشكر كل الصحفيين اللي تقدموا في هذه المبادرة فيما يخص التبرع بالدم، علما بأن المؤسسة المتخصصة في أمراض السرطان للأطفال في حاجة ماسة إلى هذه الكميات من الدم، وخاصة في شهر رمضان.